إلى كل طاغية في هذا العصر، إلى كل من تسول له نفسه أن يفتك بغيري أو يسيء لغيري أو يظلم غيري أو يعتدي على غيري. هذه رسالة لكم، رسالة لكل طاغية ظن أن قوته دائمة، وظن أن حياته ستمتد إلى الأبد، وظن أنه قادر عليها. موضوع مهم جدا ورسالة مهمة جدا، أرجو من حضراتكم إن شاء الله أن أنتم تتابعوها للنهاية، وبإذن الله هتكون حلقة غاية في الأهمية. ألقاكم بعد الفاصل بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم أعزائي مشاهدي ومتابعي قناة الأديب محمد نور في لقاء هام جدا، في حلقة مهمة، أحسب أنها حلقة تهم حضراتكم جدا. هذه الحلقة بعنوان رسالة إلى كل طاغية. أنا كتبت مقال هقرأه على حضراتكم، وأرجو من حضراتكم كل اللي يشوف هذه الحلقة اهم من اللايك واهم من من الديسلايك او اي ما يكون اللي هيعمله، اهم من اي حاجه، ارجو من اي حد من حضراتكم يشاهد هذه الحلقه ان يشيرها على اعلى مستوى ويشيرها في كل مكان، لان الموضوع بجد مهم جدا. وهذا المقال اللي انا كتبته، هذا المقال ان شاء الله سينشر ايضا بالاضافه الى اللغه العربيه، هينشر باللغه الانجليزيه والفرنسيه. لذلك أرجو من حضراتكم إن أنتوا تشاهدوا الموضوع، لأن إحنا عايزين نوصل الرسالة دي لكل إنسان. يعني مش هفول عليكم، هندخل في هقرأ لكم المقال، وأنتوا بنفسكم تحكموا بعد ما تسمعوا هذا المقال الهام جدا، وحاولوا توصلوا هذه الرسالة لكل إنسان تعرفوا. رسالة إلى كل طاغية. أثبت القيصر الروسي الأحمق أنه بالفعل لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة فقد أعيت من يداويها. ظهر الدب الروسي كطاغية بعد اجتياح أوكرانيا، وكأنه من طواغيت الزمن الفائت الذين تمتلئ بهم مزابل التاريخ بالعديد والعديد منهم. سقط في فخ لا أظن لأن له فكاك منه، وبحماقته هذه سيقضي على ما تبقى من روسيا. ولست هنا بصدد تحليل ومناقشة حماقة وسذاجة ودموية ذلك الأحمق. أنا الموضوع ده مش هممني، مش هو ده. أنا مش بناقش مشكلة أوكرانيا أو روسيا أو أنا بناقش حاجة تانية خالص. هذه الأمر هو اللي قائم عليه المقال. فبقول لكن بصدد توجيه رسالة إلا كل طاغية، أي طاغية. وعلى فكرة الطاغية معنى يشمل طغيان في كل فعل. ممكن الإنسان يكون عنده طغيان في أفعاله، طغيان في 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 في, في إنه يعمل الناس سيئين، طغيان إنه هو يستخدم سلطات. هنشوف مع حضراتكم الموضوع إيه. بصدد توجيه رسالة إلى كل طاغية، سواء أكان أعربي أو أعجمي، أكان مسلم أم مسيحي أو يهودي. فالطواغيت عموما في رأي جميعهم مشتركون في شيء واحد، هو الجرأة على الله وانتهاك حرمات الله بأبشع الصور. فلا وجود لديه لدين أو ضمير أو رحمة بين ضلوعه. ورسالتي لكل طاغية، سواء كان حاكم أو مسؤول أو فاحش الثراء أو أي إنسان يمتلك أي قدرة، سواء كانت هذه القدرة جسدية أو صحية أو مادية أو قانونية أو وظيفية، أي قدرة من قدرات الإنسان بيمتلكها يقدر يطغى بيها على الشخص اللي قصاده. أولا، ضع في خلدك أنك هالك في يوم من الأيام لا محالة، طبعا ده شيء كلنا عارفينه، وأن هلاكك سيكون بأتفه الأسباب وأحقر الأشياء. وكلما كان تكبرك وطغيانك عظيم، كلما كانت أسباب هلاكك حقيرة وتافهة. ثانيا،
سواء أكنت مسيحي أو مسلم أو يهودي، فأنت بالطبع تعلم أن هناك رب سيحاسبك على كل ما اقترفته يداك من جرائم، وحتى إذا وجدت لك من يخدعك بأي مبرر من دين أو عقيدة، فبالطبع أنت تعلم أن تعاليم الله سبحانه وتعالى وأخلاقه وصفاته جل وعلا لا تقبل بظلم أو قتل أو بطش أو فتك بغيرك. ثالثا، لا تغتر بقوتك أيا كان نوع تلك القوة، وتذكر أن القوة لله جميعا. وانظر واعتبر بكل الطواغيت الذين سبقوك إلى مزبلة التاريخ، سبقوك إلى مزبلة التاريخ في الدنيا وإلى قاع الجحيم في الآخرة، فما نفعتهم قوتهم في شيء ولن تغني عنهم من الله شيئا. فسبحان من قهر العباد بالموت وأذل الطواغيت في الدنيا بالمرض. ولا تحسبن أنك في مأمن من ذلك، ففيروس صغير لا يرى بالعين المجردة قادر على إذلالك والفك بك حتى يجعلك تتمنى الموت ولا تجده. رابعا، ضع نصب أعينك إن كنت مسلم أو مسيحي أو يهودي نهاية كل من فرعون، النمرود، همان، هتلر، أتاتورك، بينوشي، هولاكو، ماكسيميلان روبسير، أتيلا الهوني، بول بوت، جنكيز خان، إيفان الرابع الملقب بإيفان الرهيب، ستالين، موسوليني، شارون وغيرهم الكثير والكثير. أين هم الآن؟ هذا السؤال لازم تسأل كل طاغية، كل واحد شايف نفسه يعني فوق الناس، اسأل بقى دول كانوا يعني 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 احنا ذكرنا بعض من الأسماء، التاريخ مليء بالأسماء كثيرة جدا جدا، لكن احنا ذكرنا بعض الأسماء مش هنقدر نحصرهم كلهم طبعا. فهم فين دلوقتي؟ هم فين؟ أين هم الآن؟ إنهم في قعر الجحيم. أين قوتهم؟ أين نفوذهم؟ أين سلطانهم؟ أين أموالهم؟ كل ذلك ذهب هباء منثورا، لم يتبقى لهم في الدنيا إلا مكانة، مكانهم في مزبلة التاريخ، واستطاعوا حجز أماكنهم في قاع في الآخرة في قاع جهنم. فاعتبروا فلا الدنيا باقية ولا النفوذ باق ولا سلطان دائم ولا القوة مستمرة، فكل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. إن دعوات المظلومين والمقهورين والأطفال المشردين في سوريا وغيرها من مختلف البقاع التي ابتليت أو ابتلاها الله بأي طاغية كائن من كان، أيا كان موقعه، ستلاحقهم هذه الدعوات، ستلاحقهم وستنال منهم ولن تفلتهم، ولن يفلت منهم بلا شك أو جدال أحد من سيف هذه الدعوات. فهل من معتبر؟ إن مشهد الدبابة الروسية وهي تسحق تحت جنزيرها السيارة التي تقودها السيدة المدنية اللي كانت ماشية ما عملش حاجة في أوكرانيا، لهو مشهد بشع يفصح عن مدى قوة، قسوة وتجبر الروس، وينبئ عن المصير الذي ستؤول إليه روسيا لا محالة. ده حقيقة، مفيش ظالم بينتهي إلا نهاية بشعة، وغدا لناظره قريب. فهل من معتبر؟ على هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. ده حضراتكم كان المقال اللي أنا كتبته، طبعا هي يعني رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه إنه هو شايف نفسه فوق الناس، شايف نفسه إنه هو قوي في صحته، في ماله، في سلطانه، في نفوذه، في 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 أي ما كان موقعه، وأي وزي ما بنشوفنا إحنا في طغيان زي الطغيان اللي حصل بتاع البنت اللي واحد عمل لها صور وابتزها، ده نوع من أنواع الطغيان، لذلك النهاية بتبقى صعبة. فأنواع الطغيان دي
كثيرة. لابد إن إحنا نقف مع نفسينا ونسأل نفسينا، أنا فين من ده قبل أن تنالني دعوة مظلوم؟ دعوات البنت اللي تم اللي هي اتظلمت بموضوع السر واللي انتحرت، هل تعتقد اللي عملوا كده دعوات البنت دي أو دعوات أهلها، هل تعتقد حضرتك إنك هتفرد منها؟ هل تعتقد؟ هل تظن أن الله سيتركك؟ المشكلة إن إحنا يا جماعة، المشكلة بتاعتنا إن إحنا بنغتر بصبر الله وحلم الله علينا، لكن هو ربنا بيديك هذه المنح الربانية اللي هي أن يصبر عليك وأن يمهلك، علك تستفيق، علك تعود، وإن ما رجعتش حتى يكون السقوط مدويا والوقوع مخزيا. يعني دي نقط لازم نبقى احنا واخدين بالنا منها في تعاملاتنا مع بعض يا جماعة، في تعاملاتنا مع بعض، سواء كنت موظف في حتة، ما تفتريش على حد بوظيفتك وما تتعبش حد ويبقى كأنه هيتزل عشان تخلص له شغله. تبقى لو ظابط في مكان ما تفتريش بسلطانك ونفوذك، لو ساري صاحب مال ما تفتريش بمالك على الناس، لانك رايح في النهاية انت تشرح حتة، يعني انت رايح الى النهاية المحتومة على رقاب الناس جميعا بلا استثناء من الأزل إلى الأبد، حتى على الملائكة، حتى على ملك الموت، نهاية حتمية، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. عشان كده إحنا بنتكلم في هذا الأمر وبنقول يا جماعة نخلي بالنا، أرجوكم نخلي بالنا من هذا الأمر، لأنه أمر جد خطير. الطغيان الروسي اللي شفناه ومدى البشاعة اللي بيستخدموها الجنود الروس، روسيا على فكرة في مزنق، وطبعا يعني ممكن نبقى نعمل حلقة مخصوصة على الموضوع ده، لكن روسيا مش عارف ايه موضوع يسرى معايا، مش الفنانة يسرى طبعا، يعني الفنانة العزيزة يعني. ولكن اللي انا بتكلم فيه ان هو واقع في وسقط في فخ، وفخ رهيب، والايام بينا فخ رهيب، حاكته امريكا بدهاء وحرفية شديدة. السياسة لعبة كبيرة، وهي لعبة قذرة للأسف، وكلها لعبة مصالح، ولكن ما يعنينا نلقي هذه من هذا الموضوع كله هي نقطة واحدة. الطغيان الأحمق، الدب الروسي الأحمق، دخل اجتاح بقوته وأبلغ دليل النفخ أنه النهاردة هدد أنه هيستخدم الأسلحة النووية. كل العتاد والحشد والضرب وده كله مش جايب نتيجة، ولسه وما ربك بالظلام للعبيد، لسه الموضوع فيه كلام كتير، ولكن النهاية محتومة. أفغانستان، رجال أفغانستان بأسلحة بدائية قهروهم وطحنوهم طحن، وخرجوا يجرون أزيال الخيبة. أعتقد أن هذا حادث في أوكرانيا، ولكن هذه المرة هتكون بانتهاء روسيا اقتصاديا، وانتهاء يعني وخسرانها خسران شديد جدا في حاجات كتير. يعني أنا مش عايز أدخل في موضوع روسيا وأوكرانيا، لكن اللي يهمني كله الطغيان. لسه في ناس بهذه العقلية، لسه في ناس بتفتري بهذا الشكل، لسه في ناس بتسفك الدماء وتنهب وتخش وتكسر وتعمل. عشان ايه؟ يعني انا عايز اسأل، عشان ايه ده كله؟ عشان ايه؟ ولكن في النهاية يعني احنا بنحاول نوصل الرسالة دي، اتمنى الرسالة دي توصل لبوتين، اتمناها توصل لبايدن، اتمناها توصل لكل الدنيا، لعلنا نستفيق. الدماء اللي بتسفك يا جماعة حرام، الدم حرام، سفك الدماء اعظم من اعظم الجرائم اللي على وجه الارض من الازل الى الابد. فالدماء اللي بتسفك دي، ما كل الناس زعلت لما شافت مشهد الدبابة وهي على العربية دي، ولكن في النهاية محدش يعرف يمين، ما بالكم بأهلها؟ بشع، منظر بشع، مفيش رحمة. لذلك أنا بعت الرسالة دي أو ببعت الرسالة دي لكل إنسان عشان يلحق نفسه، سواء كان مسلم مسيحي يهودي أي ما يكون، أي إنسان حتى لو ملحد، لأن إذا يعني أنت لازم هتعاقب، لازم هكون لك نهاية سوداء. فأرجو إن يعني إن كل من يصل هذه الرسالة أن يقف مع نفسه وقفة، ولينظر ماذا كسب من قبلك، وماذا ستكسب أنت من بعد ذلك، وماذا سيكون مآلك ومصيرك. وبناء عليه فكر.
فكر، لا صحتك دايمة ولا مالك دايم ولا عزوتك دايمة ولا سلطانك دايم ولا نفوذك ولا 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 مفيش كده دايم. كل ده وخلي بالك، وده ممكن كله يروح في لحظة. فأرجو إن يعني الموضوع الناس تفهمه بالشكل بهذه الكيفية بهذه الصورة، حتى يعني نفسنا العالم يعيش في سلام، نفسنا نكون في محبة مع بعضينا، نفسنا نكون عايشين في وئام بغض النظر عن الدين عن العرق عن 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 مش مهم. المهم ان احنا في الانسان احنا كلنا مشترك في صفة ان احنا بشر انسان، كلنا من ولد ادم، كلنا ولد ادم، يعني احنا ابناء ادم، كلنا في النهاية اخوات، مصري هندي تركي عربي امريكاني برازيلي، كلنا زي كلنا من بعض. فأرجو أن الرسالة توصل، وأرجو من حضراتكم أن تتخذوا هذا الموضوع على محمل الجد، وأرجو أن توصلوا الرسالة، ساعدوني في أن الرسالة دي توصل لكل الناس، لعل وعسى يرفع الله ظلما عن أحد، لعل وعسى واحد زي بشار الأسد، لعل وعسى تكون هذه الكلمات تصل فيتقي الله فيما يفعله في أهل سوريا وغيره 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 وغير من الطغاة اللي شغالين ده بتتبيه، ولا هم حاجة، ولا أكن في حساب للآخرة، ولا أكن في وماشي واخدها طول وعرض. نرجو إن الرسالة دي توصل لعل وعسى الناس تستفيق، ولو واحد بس من هؤلاء الطغاة ربنا هداه بسببك بسبب هذه الرسالة، فأنت أصلا يعني لك هذا الثواب. إلى هنا تنتهي حلقتنا اليوم، وإلى أن ألقاكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى، أترككم في رعاية الله وأمني وسلامتي مع أطيب أمنياتي وأرقى تحياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.